الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه بحديث أو بحديثين. نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أظن هذا الحديث لابد قرأته وسمعته إلى آخره. شو رأيك؟ أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته؟ إذا تبايعت بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، واليوم الربا فاشي من الدولة إلى الشعب، صح؟ إذا تبايعت بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم الدنيا الزرع والضرع وإلى آخره، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. نحن من إمتى تركنا الجهاد في سبيل الله؟ اليوم؟ من زمان، أليس كذلك؟ طيب، وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا شرطية في اللغة العربية، إذا فعلتم كذا وكذا وكذا، ما هو جواب؟ سلط الله عليكم ذلا، أي اليهود، لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك بارك الله فيك، لهوينا لهوينا، لا تطلب مجاهدة اليهود، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. نحن لازم الآن نتهم أنفسنا، نحن نعتقد أنه نحن ما سلط الله علينا اليهود اللي هن أذل الأمم بنص القرآن الكريم، وإذا نحن صرنا تحت أذل الأمم، ترى ربنا ظلمنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا كان الرسول عليه السلام يقول بلسان عربي مبين: إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، نحن نريد أن نرفع هذا الذل الذي ران بنا وحل علينا، فما هو العلاج؟ مذكور في الحديث، الراشيتة واضحة وبينة، ولكن مثلنا نحن مثل المريض الذي يقف على يدي طبيب نطاسي كبير كما يقولون، ويقدم له راشيتة واضحة، يأخذها ويحطها على الرف بدل ما يعالج نفسه ويعمل ويطبقها هذه الراشيتة، وإذا هو يزداد مرضا على مرض حتى يأتيه الهلاك وهو عنده راشيتة. وهكذا نحن مثلنا اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الهدى والكتاب المبين المنير قد وصف لنا العلاج، أن هذا الذل إذا وقع فلا يمكن أن يرفع إلا أن ترجعوا إلى دينكم. شو بهمنا نحن اليهود هيك وهيك؟ نحن منعرف ما وصلوا لاحتلال فلسطين إلا بعد تخطيطات دقيقة ودقيقة جدا، هذا شيء معروف، لكن ما هو الحل عندنا نحن؟ ما الذي يجب علينا أن نفعل؟ أن نتحرك ونتباكى ونهزم كتاب وأنه بدنا نقاتل ونجاهد، وبعدين ما بيطلع بيد الجاهد، ليه؟ لا إيمان ولا إعداد. لذلك أترك لغة العواطف، أترك ليها يا أستاذ، لغة العواطف لا بتقدم ولا بتأخر أبدا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أنا هلا تلوت على مسامعك الحديث، وآسف جدا جدا أنه قلك أنت ما اتفقت معي على الحديث، رد رجعت مثل ما قال المثل، رجعت حليمة لعزتها قديمة، رجعت العواطف الجامحة التي لا يمكن أن تثور الدولة بحق على دولة كافرة مستغلة. الرسول وصف لك الداء
ووصف لك الدواء. يا رجل خليك انت مع الدواء، ترك لي اللغة هذه ما بتفيدك لا انت ولا غيرك. هلا قديش عم تزور انت وقديش يمكن بيزوروا معك ناس، مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقير بتلاقي المسجد كله زار، وبعدين رغوة صابون ما صار شيء. شو السبب؟ ما في إيمان، ما في إيمان كذاك الإيمان اللي نسبته لعمر الخطاب كإيمان العجائب. عمر الخطاب إيمانه كإيمان العجائب؟ سامحك الله، هذا هو العلم اللي أنتم عم تتلقوه. عمر الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول إلى بيته هو جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على إنسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام أقصر من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. هي أولوية، هي هو راح يموت إلي لشوف حسب علمك وفقهك، هي أولوية. بحسب لك تجارة وبحسب لك وجهناكم ما قبلتم، وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. أنا بدي وجهكم، أنا شافت ألباني جيت اعتديت على أرضكم هنا، لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شو بدكم توجيه أصلا من هيك؟ رجال العلم ورجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم إذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا لدينكم. ما بترجعوا لدينكم. في ربا؟ في ربا. في فحش؟ في فسق؟ في وجور؟ في زنا؟ في بارات؟ في إلى آخره. بدكم تقاتلوا اليهود؟ أن أن تقاتلوا اليهود. شو بدك بقى توجيه أكثر من هيك؟ ارجعوا لدينكم. إن تنصروا الله ينصركم. الله المستعان. الله المستعان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتضم صوتك لصاحب حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لأنه نفاق لا يجوز الإسلام. أنت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يقفوا حجر عثرة في طريقك أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل. مع مين عم نحكي هذيك الساعة وأنت موجود؟ إيمان ما في، استعداد مادي ما في. شو بدك قاتل؟ بنظارتك؟ بسلاحك؟ وينه السلاح؟ وينه الكبير؟ الكبير على رأسك حاكمك. وين الكبير؟ أنت في نفسك إلا الآن أنت وأنت وأنت ولا أخري ماشيين في حدود الشرع؟ الأمير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما بيقول لك طالع مرفق متبرج الأوروبيات أو الفرنجيات والآخر. مع ذلك الشعب كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة. وين عم تحكوا؟ أنتوا عايشين في أعلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة، لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هلا وما أدري شو بتقول، الشعب مستعد أن يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. أنا شعب، أنا بسألك الآن، أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه أنت صالح ولا طالح؟ طيب ما بيجاوب صالح ولا طالح. فيه الكلمة فيه أنا ما بعرفها، الكلمة فيه أنا ما بعرفها. فيه أنا عم أسألك سؤال محدد، أنت وهو وهو إلى آخره، ما في أجوبة. ليش؟ لأنكم ما بدكم تعالجوا أنفسكم بالراشدة النبوية. مكانك راوح، خليك لأرضك على النيران. لو سمحت تحط لنا خطوات. ها كوي الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. يعني انتهاء السلاسة ولا طويل كثير يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عنكم. لا خلينا نسمع منه شو الطريق القصير. نحن ما عندنا
غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير. وأنا راح نحن الآن شو بدنا نسوي ومن أين نبدأ؟ الله يهديكم يا جماعة، من أين نبدأ؟ من الجهل ولا العلم؟ ألا بتقول العلم طبعا، من الكفر ولا من الإيمان؟ بتقول هلا من الإيمان وقلت سابقا. طيب إذا امشوا يا جماعة، علم وإيمان، والإيمان دائما مقرون بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أنا بقول لك بكل صراحة، أنا أنت وهذا قريبنا لعبديني، أنا أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني، شايف الفرق؟ أنا عم أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني، عم أنصحكم ما عم تقبلوا نصيحتي، ما عم تنصحوني لا أقبل نصيحتكم، عم تقول هذا درب طويل، وأنا والله بشهد وقالك على بياض، درب طويل، وهذا درب الإيمان والإسلام، طيب دلونا على الدرب القصير، ما بتدلونا، شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافة أنا ما لأنه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من منتهى الجهل الكامل إلى السيادة الكاملة، وانتبتكم 23 قرن على طريقكم. أحسن أحسن، وأنت منا ولا خارج عنا؟ صلاح الدين أنت فكرت صلاح الدين يعني جاء بمكان التفريخ ولا بعد أكثر من 100 عام، بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئة إسلامية 200 عام والقدس سيد الصليبيين. لا بس أنا بدي هالجواب هذا يا جماعة، خلوكم معي، خلي دلونا على الطريق القصير. الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل، صحيح 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 مليون مرة. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا إلى الهدف المنشود ومتفق عليه لدى جميعنا ومنشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون إيمان مثلي لا، بدون علم مثلي لا. إذن عم أسألك أنت بتقول لا لا، إذن هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل، فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ ما هو؟ يلا يا جماعة قوموا، بيقولوا أنا مش شام ولا جديدة. فنحن هاي مشكلتنا، عواطف جامحة بتأمي علينا قلوبنا وعقولنا، وبدنا إيش ننتصر على أعدائنا. هيهات هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه،